اهلا وسهلا بكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشاهدون الفيديو. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. قناة سلطانة ماهي ترحب بكم في هاد لاغوسيت الجديدة ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي تلقاو فيه بريوات اولا ممكن ديروه نتوما على شكل قنينطات على حسب يعني كل واحد الذوق ديالو. المهم انها هاد لاغوسيت هادي كتجي رائعة، شي حاجة اللي زوينة كترافقو مع يعني يمكن لكم ترافقوها مع حريرة، ممكن مع اي شوربة، كتجي شي حاجة اللي هائلة وشي حاجة اللي هي يعني مختلفة على التعمار بالكفتة التعمار بالخضرة. المهم يعني ممكن انكم تبدلو بها، الاهم انها كتجي رائعة 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 فريمون، شي حاجة اللي هي طوب. كما عودناكم ديما في الوصفات ديالنا وصفات مجربة صحيحة، يعني راه بكل مصداقية كتنزل لكم. كنجدد الترحيب كاع اللي التحق بقناة سلطانة ماهر، سواء الناس الجداد مرحبا بكم ألف مرحبا، الناس القدام كذلك مرحبا بهم ألف مرحبا. القناة قناتكم وليختكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعليقات المحفزة، شكرا على يعني كل حاجة كتكتبوها في حق قناة سلطانة ماهر لأختكم. تحية كبيرة موجهة لحبيبتي عائشة لافيريتي شانيل، القناة الرائعة والسيدة الرائعة المميزة في اليوتيوب. كذلك التحية كبيرة لكم كاملين واحد واحد، وأي واحد صادق في هذا المجال هذا، أي واحد كيدير مشاهدة كاملة، أي واحد كيحسب قناة الغير بحال قناته، فتحية ليه كبيرة كبيرة بزاف بزاف. كما كتشوفوا هنا بالنسبة للمقادير، هاد لاغوسيت هادي ما فيها لا مقادير لا والو، المهم كل واحد يعني فيها عند ميزانك، يعني كل واحد كيدير الكميه اللي بغا. هنا عندي واحد الكميه ديال البطاطا تقريبا، هنا فيها واش كيلو ولا كيلو شي حاجه، كشديتها كتشدوها البطاطا كتسلقوها بالقشور ديالها، يعني كتغسل مزيان بشي شيته مزيان مزيان مزيان، وكديروها تسلق مع الملحه كما قلت لكم، كتبقى بالقشره ديالتها. بعد ما كتسلق كتقشروها من داك القشور ديالها، والبطاطا كطحنوها في الطحانه اليدويه كما كتشوفوا، ضروري هاد الطحانه اليدويه، يعني ماشي تمعصوها بالفرشيطه، راه خاصها ضروري هاد ديال اليد ديال لاباح القديمه ديال زمان كطحنوها. كناخذ واحد الكميه ديال الفرماج حمر محكوك، عندي الفرماج الموتزاريلا، هادو بجوج يكونوا بزايد، عندي الملحه، انا هنايا ديما كنستعمل ملحه الهيمالايا، كنديروا شويه ديال البزار ونديروا شويه ديال الكوزه، صافي هذا هو. وعندي الحليب، هنا راه نسيت ما بينتوش، كناخذ ديك البطاطا وكندير لها الفرماج الموتزاريلا، يعني على حسب الكميه اللي كديروا. المهم انه الفرماج سواء مع الحمر والموتزاريلا خاصهم يكونوا بكميه بزايد، لانه غرضنا بانها محيط طيب نلقاو فيها ديك التعليكه من الوسط. كما قلت لكم هاد لاغوسيت هادي راه كتجي يعني هائله، شي حاجه اللي زوينه بزاف في لوغو، وزوينه حتى في لا كونتي، كتخرج لك واحد الكونتيتي يعني معقوله. بون عندنا هنايا شويه البزار، هنا بالنسبه للبزار ما تكثروش كما كتقول لكم، كديروا عليكم ميزانكم. وكنديروا شويه الكوزه، هنا الكوزه اساسيه وضروريه في هذه الوصفه. كنستعمل شويه الملح على حسب الذوق، ما تكثروش، انه ديجا الفرماج كيكون مالح، وديجا البطاطا كتكون عندنا يعني ملي كنكونوا غادي نسلقوها، فاحنا كنديروها كنديروا لها واحد شويه ديال الملحه، دونك الملح اللي نزيدو غير لتصحيح الذوق فقط. صافي هنايا غادي نخلط هذيك داك الشيء كامل مزيان باش يندمج ليا، ومن بعد كما قلت لكم غادي نزيدو شويه ديال الحليب. هنا بالنسبه للحليب حنا كنخلطو، حنا كنزيدو غير قطيره قطيره تقريبا، هنا غادي تهز لكم واحد ربيع كاس هكاك حتى نص كاس هكاك ديال الحليب، ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون معصده. المهم راكم عارفين اذا كانت معصده بزاف راها ما كتجيش مزيان، يعني خاصها تكون بين وبين هذا، يعني شويه اللي غادي يطلق لكم ديك داك هذاك الخليط، هي واحد شوي
شويه وصافي. صافي هنا بعد ما وجدت فانا درت على شكل بريوات. هنا تما عندي شويه ديال الطحين اللي طلقتو مع الماء باش نسد دوك البريوات. كما قلت لكم هنا عندكم الاختيار، اما ديروها هكا كديروا الورقه عادي كطويوهم بريوات، اولا اللي بغا كان كيبغى الشكل ديال لي سيغار ممكن ديروهم سيغار. المهم على حسب يعني كل واحد والشكل اللي كيبغى. حنا الاكثريه كنديروهم هكا بريوات كيجيو زوينين. هنا غادي نعاود معكم وحده، كناخذوا هكا الورقه الحجم الكبير كنقطعوها على شكل باندات كما كتشوفوا صافي، وكتبداو تلتوهم يعني التلته اللي هي ديال البريوات اللي هي معروفه ومشهوره. بعد ما كنوجدوهم فاحنا كنديروهم في واحد البلاطو وكنفرشوا له السلوفان وكندهنوا بشويه ديال الزيت وكنستفوا هذوك البريوات ونعاودوا الفرشه الاولى كنفرقوها ما بين الفرشه والفرشه، يعني التفريشه الاولى ديال البطاطا والتفريشه الثانيه. فاحنا كنفرقوهم بالسلوفان وكنديروهم في الكونجيلاتور حتى كيتكونجولاو، يعني ما كيتقلاوش مباشره حتى كيتكونجولاو. ديك الساعه كتسوسوهم في شي دوك البلاستيكات ديال لي كونجيلاتور كتفرقهم وديرهم في الكونجيلاتور. لقيت اللي تبغيو مثلا جا عندكم شي حد اولا نتوما ملي تبغيو مثلا ديروهم، فهادو ماشي بحال البريوات يعني اللي خصو نقوى الزيوتات، ما كنكثروا لهمش الزيت. في المقله كديروا غا شويه ديال الزيت، وخاصه المقله ما تكونش كتلصق، وكنديروا لها غا شويه ديال الزيت، يعني ماشي بحال اللي غادي تقليو الفريت ولا هذا، غير شويه ديال الزيت صافي. وكديروهم من الكونجيلاتور مباشره للمقله، الزيت تكون سخونه من قبل ماشي سخونه عاوتاني كاع بحال تقليو الفريته، غير شي شويه تبدا تسخن شي شويه من الكونجيلاتور مباشره كنحطوهم، ما كنحركهمش ديك الساعه حتى كتبدا تشد راسها، عاد كنقلبوها ثاني للوجه الثاني ونعاودو نخليوها ثاني تشد راسها. هكا كنبقاو نقلبوهم مره هكا مره هكا صافي حتى كيطيبوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فهما كيجيو رائعين، كيجيو غزال يعني في اللوغو ديالهم، وهذا يعني راه كيجي شي حاجه هائله اللي زوينه انها ممكن يعني تبدلوا بهم كما قلت لكم هكا شويه. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، شكرا على المشاهده ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى.